حاسة إنه حياتي حتتغير من بعد ما بلش هالشغل. هي لورا اللي كانت تشتغل عندك بالمطعم. لورا بالشركة قاعد عم تحكي مع صلاح. كيف تعرف على لورا؟ في مشكلة؟ كأنه في شيء بيناتهم. شو عم تحكي أنت؟ آخر الليل. أمي بالبيت؟ حبيبتي ما بدي إذا. عم تزعجيني. كم مرة ستقلت لك إنه هيدا اللي بالبيت هون مش أمي. يومياً بعد الأخبار على الـ MTV.